الفنون مش جنون مع عمر الفيومي على راديو كمد، محطة على المحطة. أهلا بيكم في برنامجنا الفنون مش جنون، معاكم الفنان التشكيلي عمر الفيومي. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن الفنان أدهم مولي اللي احنا اتكلمنا عن أخوه في الحلقة اللي فاتت اللي هو سيف مولي. أدهم مولي اتولد سنة 1908 وتوفى سنة 1959. أدهم مولي هو الأخ الأصغر للفنان سيف مولي اللي اتكلمنا عنه قبل كده. هو برضو كان عضو في هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وقت إنشائها زي ما قلنا سنة 1957. بيعتبر هو أخوه سيف مولي من أشهر فنانين الصغر اللي هي الإسكندرية. مرسمهم كان من أهم المراسم في مدينة الإسكندرية وكان مزار كبار المثقفين في الإسكندرية وعموم أنحاء مصر. الفنان أدهم مولي وأخوه سيف مولي لهم إنتاج غزير جدا ولهم متحف باسمهم في مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية. اشتهر الفنان الجميل أدهم مولي بتسجيل الحياة في المسرح والسيرك وخصوصا الأوبرا اللي كان بيعشقها ودايما من روادها هو وأخوه سواء في الإسكندرية أو في القاهرة. وكان بيسجل اللحظات والإضاءة على المسرح وحركات اللاعبين اللي بيتحركوا بخفة ورشاقة سواء على المسرح أو في الكواليس. أدهم مولي عمل برضو زي أخوه الكبير سيف مولي، خرج للشارع علشان يسجل الحياة اليومية بتاعة الناس البسيطة ورسمهم على الشاطئ في البحر، ورسم كمان الصيادين وهم بيسعوا للرزق جوه البحر، رسم كمان الشوارع والميادين والناس البسيطة والأهاوي. من أهم أعماله لوحات الباليه، السلام، مصارعة التيران، المحكمة الشرعية. رسم الشخصيات البسيطة في عصره ورسم الأهاوي. لو تحبوا تتفرجوا ولو مهتمين بأعمالهم سيف وأدهم ممكن تتفرجوا عليها على صفحتنا على الفيسبوك، وممكن لو حد فيكم راح اسكندرية يروح مجمع المتاحف اللي هناك يتفرج على الأعمال دي. قبل إقامة السد العالي سافر للنوبة عشان يسجل أثارها ومعالمها، طبعا هو وكثير من الفنانين المصريين بتكليف من وزارة الثقافة المصرية. برضو أدهم استفاد كتير من الفنانين العالميين، بس في الآخر اشتغل بأسلوب بتاعه هو. برضو أدهم مولي استفاد كتير من الفنانين العالميين، بس في الآخر اشتغل بأسلوبه هو. أدهم في رسومه بيميل للسخرية بشكل كاريكاتوري تعبيري المنهج. موت أدهم ساب أثر كبير في حياة أخوه سيف، مش بس لأنه أخوه الأصغر، إنما لأنه هو اللي كان بينظم حياتهم هما الاتنين. بس بعد كده برضو استمر أخوه ورسم وعمل شغل بديع جدا متعنا بيه. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. كان معاكم عمر الفيومي في برنامج الفنون مش جنون على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع الفنون مش جنون مع عمر الفيومي على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، راديو كامت، محطة على المحطة.